طيب خالد، خليني بقى يعني نتمنى التوفيق لصلاح في قراره اللي اخده، ايا كان بقى الماده اللي ممكن يخسرها من خلال العرض اللي كان مقدم اتحاد جده. لكن هو راجل من وجهه نظري، يعني ما اعرفش تتفق معايا ولا لا، ان هو يعني مكمل حتى اخر رمق ليه بالنسبه له في كره القدم في ليفربول. هو عايز يبطل في الدوري الانجليزي. انا عارف ان حضرتك عايز تنقل على نقطه تانية، بس خليني بس تعقيبا على اللي حضرتك لسه قلتها، ان هو خسر مبالغ ماديه كبيره. والله بعض الخسائر هي مكاسب عظيمه، ان احنا بنخسر هذا المبلغ احنا بنكسب قدامها سمعه، وبنكسب قدامها مكانه عند جمهور نادي ليفربول، وبنكسب مكانتنا في كره القدم الاوروبيه. فبعض الخسائر هي مكاسب عظيمه. هيبطل في ليفربول يعني؟ نتمنى. لا هو يعني كده خلاص، يعني الامور بالنسبه له هو حسم امره يعني. يعني ممكن لان لو انا بتكلم انا عايزك النهارده مش هبقى عايزك بكره، يعني في ظل لا انا حضرتك بتكلم على المنطقه العربيه، ان هو يبقى صعب جدا، بس انا بتكلم على ما حدش عارف بكره في اوروبا فيها ايه. ممكن باريس سان جيرمان، ممكن برشلونه، ممكن فاهم قصدي؟ الافق في الدوريات الاوروبيه مفتوح. مفهوم. طيب خليني اقول لك بقى افضل يعني انتقال السنه دي في الدوريات الاوروبيه كلها، في الانديه الاوروبيه من وجهه نظرك، وانت متابع جيد يعني، متابع جيد للانتقالات حتى الان. لسه طبعا يعني لسه الامور لسه فيها كتير يعني، لسه كتير جدا، بس خليني اتكلم. خلي بالك الدوريات هتبتدي يوم الجمعه الجايه، الدوريات الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي والاسباني هيبداوا الجمعه اللي جايه، والجمعه اللي بعدها هيبقى الدوري الالماني والفرنسي، ويوم الحد اللي بعده اللي هو هيكون موافق يوم 20 هيبقى الدوري الايطالي ان شاء الله. الدوري السعودي برضه الاسبوع الجاي على فكره. الدوري السعودي الاسبوع اللي جاي. يعني خلاص هو ده بقى من ضمن الدوريات الكبيره اللي تبتدي في نفس التوقيت بتاع الدوريات الاوروبيه. طيب يا خالد، يعني سؤالي. تمام. سؤالي اللي انا سالته، افضل صفقه شايفها لغايه دلوقتي في الانديه الاوروبيه؟ هو يعني برضو خلينا لسه المواضيع مفتوحه جدا، ولكن خليني اشير الى عدد معين من اللعيبه. اولا جود بلنجهام. جود بلنجهام الانتداب الجديد الانجليزي القادم من بروسيا دورتموند لريال مدريد، في صفقة بلغت 120 مليون، سوري 103 مليون، هو دلوقتي القيمة السوقية بتاعته بتقدر ب 120 مليون، 103 مليون ده رقم كبير جدا. ولكن جود بلنجهام واحد من لعيبة الوسط المميزين جدا اللي يستحقوا المكانة اللي وصلها في الفترة الأخيرة. لاعب مميز جدا بالكورة، عنده فيجن وعنده قدرة على الالتحام والخروج من المواقف الصعبة بأقل عدد تمريرات، فهو لاعب مميز جدا وهيكون صفقة ممتازة بالنسبة لريال مدريد. عندك ديكلان رايس اللي أنا الحقيقة مش عارف الناس بتهاجمه ليه قبل ما يلعب في صفوف أرسنال، لأنه أنا ما أعرفش الناس كانت بتتفرج على ويست هام ولا لأ، بس الناس كلها بتقول إن هو أوفر ريتد. أنا مش شايف إن ديكلان رايس أوفر ريتد. ديكلان رايس لعيب مميز جدا في خط النص، وهو بيلعب في ويست هام كان أساسي في منتخب إنجلترا، وساهم في الطفرة اللي عملها منتخب إنجلترا سواء في اليورو أو في كأس العالم 2018 و 2022، وبالتالي ديكلان رايس واحد من اللعيبة المميزة جدا. في جفارديول اللي راح مانشستر سيتي لاعب مميز جدا في صفوف منتخب كرواتيا، وكلنا شفنا في كأس العالم الأخيرة كان عامل إزاي. وعندنا عدد من الصفقات اللي الناس ممكن ما تبصش عليها قوي، ولكن هم لعيبة عندهم كواليتي عالي، زي كريستوفر نكونكو اللي راح تشيلسي، ده لاعب فرنسي ممتاز في خط الهجوم. عندك طبعا الثنائي اللي انا كنت لسه بتكلم عليه، دومينيك سوبوسلاي واليكسيس ماك اليستر اللي راحوا ليفربول. وانا بالنسبه لي طبعا انحيازي للميلان هيخليني اقول انه الميلان عمل عدد من الصفقات المميزه. الدوري الايطالي بالمناسبه، خلينا نتكلم على الدوري الايطالي لمده 10 ثواني. الدوري الايطالي السنه اللي جايه هيبقى قوي جدا جدا جدا، يعني انت بتتكلم على روما عندها ديبالا وبتجيب حسام عوار، بتتكلم على اتلانتا بتجيب سكاماكا، بتتكلم على ميلان بيجيب 8 صفقات، الثمان صفقات كلهم مش كلاس ايه، في منهم اثنين بس كلاس ايه، سواء بوليزيتش اللي هو لاعب تشيلسي السابق، بس عندك عدد من اخر من اللاعبين زي يونس موسى القادم من فالنسيا، عندك نوا اوكافور قادم من الدوري الالماني مش متذكر كان بيلعب فين بالظبط، عندك عدد كبير، عندك 8 صفقات في الميلان، عندك الانتر بيعمل صفقات ممتازه اخرهم يان سومر حارس المرمى السويسري القادم من بايرن ميونخ. الدوري الايطالي بينذرنا كده انه الموسم اللي جاي، لان كل الانديه الكبيره في الدوري الايطالي عملت انتدابات قويه جدا بتوحي انه الدوري الايطالي السنه اللي جايه هيبقى دوري قوي يعني. هنتمنى طبعا الدوري الايطالي يرجع زي الاول، لان في الاخر كان الدوري الايطالي ثم الدوري الانجليزي، ولكن دلوقتي الدوري الانجليزي من خلال
يعني انديته الحقيقه ومانشستر سيتي بالذات الامور بتختلف. طيب طبعا، والدوري الانجليزي عامل صفقتين ممتازين برضو. خليني اقول ان مانشستر يونايتد بيجيب اندريا اونانا من الدوري الايطالي، ونيوكاسل يونايتد عامل واحده من اهم الصفقات في الدوري الانجليزي وهو تونالي القادم من صفوف ميلان. طب ما اتكلمتش ليه عن الدوري الاسباني وبرشلونه وريال مدريد يا خالد؟ يعني هل برشلونه خلاص عشان الامور الماديه بتاعته خلاص ما بيفكرش في اي صفقات؟ برشلونه لسه مش واضح اي حاجه يعني بيعملها بالظبط. برشلونه مش واضح له اي حاجه في السوق دلوقتي. كل التفكير دلوقتي هي شائعات، هنسيب ديمبلي وهنجيب مكانه مبابي، طب هنسيب فرانك سيل رايح اهلي جده، طب هنجيب مكانه مين؟ فبرشلونه مش في الصوره بشكل كبير لسه. برضو خلينا نقول ان احنا لسه يوم 7/8 والميركاتو بيقفل اخر الشهر، فلسه برشلونه عنده عدد كبير جدا من الايام ممكن يلحق نفسه فيها، ولكن لحد دلوقتي مفيش حاجه واضحه في السوق الانتقالات الخاص ببرشلونه. تمام. ولا ريال مدريد؟ هو الحراك الاكبر في ريال مدريد، وريال مدريد بالفعل عمل صفقات، يعني عايز اقول في منها صفقات عظيمه وفي منها صفقات جيده. يعني مثلا ريال مدريد جاب زي ما كنت بقول من شويه جود بيلينغهام، ورجع ابراهيم دياش من اي سي ميلان بعد انتهاء اعارته. كان في خيار ان هو يسيبه لاي سي ميلان، ولكن بعد المستوى الكبير اللي ابراهيم دياش عمله مع اي سي ميلان في المواسم السابقه قرر ريال مدريد ان هو يرجعه. في صفقة جيدة جدا زي أردا جولر، أردا جولر التركي الشاب اليافع الحريف جدا جدا اللي راح ريال مدريد، محتاج وقت للتأقلم على سيستم اللعب الأسباني لأنه تركيا مختلفة شوية عن إسبانيا، ولكن في النهاية هو عنده كواليتي عالي جدا يسمح له أنه يتأقلم بسرعة. عندك فران جارسيا الباك ليفت المرشح أنه هو يلعب بشكل أساسي مع ريال مدريد، ولكن في المقابل عندك خوسيلو ما راحش فرقة غير وهبطت، اللي هو المهاجم البديل اللي راح مكان كريم بنزيما. مش هو الفجر او مش هو المهاجم اللي ريال مدريد يعتمد عليه في بناء خط الهجوم، عشان كده التفكير بدا يروح ناحيه انه طب خلاص احنا هنلعب برودريجو كمهاجم صريح، لانه ما عندوش مهاجم صريح لانه كريم بنزيما مشي، وخوسيلو مش هو زي ما بيقول مش الفجر اللي تعتمد عليه. فهو الصفقات بتاعته ما بين صفقات ممتازه وصفقات يعني تحوم حواليها شكوك كتير، ولكن في المجمل ريال مدريد اصلا ما كانش محتاج عدد كبير من الصفقات لانه عنده خط وسط مميز جدا، سواء تشاوميني سواء كامافينجا سواء فالفيردي بينضم ليهم جود بيلينغهام، عنده خط دفاع مميز جدا سواء انطونيو روديجر سواء الابا، هو عنده اوريدي البيزك اللي بس بيبني عليه، فامتداد او اثنين او ثلاثه اكتر من كافيين بالنسبه لريال مدريد. اللي محتاج فعلا كتير مش كتير، محتاج عدد معين من الصفقات هو برشلونه عشان ينوع طريقه لعبه، لانه عنده عدد معين من اللعيبه. كلنا شفنا مثلا ماتش برشلونه واسي ميلان اللي فات في الدوره الوديه اللي في امريكا، لما ستيفانو بيولي قفل منطقة العمق لأن دي قوة برشلونة، فبدأ يدخل الباكات عشان يقفلوا منطقة العمق. برشلونة كان عنده صعوبة كبيرة جدا في إن هو يهدد مرمى ميلان هجوميا عن طريق الأظهرة، لأن الأظهرة دلوقتي عنده بعد رحيل خوردي ألبا تحديدا بقوا ما عندهمش الشراسة الهجومية اللي كانت عندهم زمان، فبدأ يلاقي صعوبات كبيرة في إن هو يهدد مرمى ميلان. لما ستيفانو بيولي بس عمل لعبة إن هو يقفل على بيدري ويقفل على جافي ويقفل الحتة بتاعت النص بدأت تبان صعوبات كبيرة، وبالتالي برشلونة عايز عدد معين من اللعيبة المحددين عشان يقدر يلاقي طرق جديدة في تنويع طرق لعبه، مش أكتر من كده. تمام، ما شاء الله عليك خالد، بشكرك حبيبي والله. بشكرك بسم الله ما شاء الله عليك خالد. طبعا خالد عامل من الشخصيات الجميلة وفي نفس الوقت طبعا